قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا. هل كنتم تعرفون بأن المشاريع 14 المفتوحة المصدر المبنية على ويكي بما فيها ويكيبيديا هي موجودة بفضل حركة ويكيميديا، مجتمع عالمي من المساهمين؟ أتحت 13 مشروعاً مفتوح المصدر على ويكي، من ضمنها ويكيبيديا؟ الحركة تشارك رؤية لعالم يستطيع كل فرد فيه مشاركة مجموع معرفة البشرية كلها، وليحدث هذا تعتمد على الناس من كل العالم، أناس مثلكم. ولن تنجح هذه المشاريع إلا إذا مثلت العالم بكل اختلافاته. بإمكانكم المساهمة بما تعرفونه وتحبونه. ثمة أكثر من مجرد تعديل لمقالات ويكيبيديا أو رفع الصور إلى ويكيميديا كومنز. إذا كنتم مبرمجين مثلاً، فيمكنكم المساعدة في كتابة الأكواد وتصحيحها. من طرق المشاركة أيضاً أن تنضم إلى مجتمع الويكي المحلي أو إلى مجموعة متطوعي ويكيميديا الذين يشاركونكم اهتماماتكم. زوروا موقعنا لمعرفة كافة طرق المساهمة في هذه الحركة. وهكذا تنضمون إلى حركة ويكيميديا في دقيقة واحدة.